لست مالك السلعة، أعمل بشركة تضيف نسبة على ثمن السلعة إذا تم بيع. الشركة تمتلك السلعة أو ماذا يعني؟ يعني في شركة تقول هذه السلعة يا ناس، هي عندها سلعة، الشركة تقول هذه السلعة نقدا بألف، تقسيط بألف وثمانمائة، هي حرة، هذه عروض، هذه عروض بيع. استقررت أنت على شيء فعلى حسب ما استقررت، هذه بهذا التوصيف جائزة، لكن أنت لست بتاجر، معك قروش في مخبأتك. واحد جاء يقول لك أعطني 1000 جنيه، قلت لا أنا 1000 جنيه وأردهم 1100 بعد سنة، قلت لا أنا لا أحب الربا، تعال معي اشتري أي سلعة شوفها بكم، تشتري السلعة بألف، قل لك ترد على كم؟ على سنة بـ1100. ما هي الربا بس حيلة مقنعة يعني.